مرحبا طلابي، اليوم عنا مراجعة بحصة مادة اللغة العربية عن الفعل الماضي اللي أخذناه نحن بحصة سابقة. رح نسمع هيدي الأغنية المهضومة عن هيدا الفعل اللي حدث في الزمن الماضي. خلينا نسمع هيدي الأغنية وبعدها رح نبلش شوية تطبيقات. معنى يدل على حدث قمت به يا أولادي، مر عليه الزمن وولى فأسموني الفعل الماضي. معنى يدل على حدث قمت به يا أولادي، مر عليه الزمن وولى فأسموني الفعل الماضي. أكل أكل، ذهب ذهب، سافر سافر، نام نام، أفعال حدثت في الماضي. وبنائي بالفتح يكون، لا تنسوا يا أولادي. وهلأ رح نعمل هودي التطبيقات. أكمل الجمل التالية بفعل ماضي مناسب. عنا هون أربع جمل ناقص الفعل، نحن بدنا نضيف الفعل المناسب. روان الدرس، هيدي أول جملة ولكن ناقص الفعل. ذاكرة، فينا نقول ذاكرة؟ روان اسم شو؟ بنت. أحسنتم، فنحن ما فينا نقول ذاكرة، لازم نضيف لها تاء التأنيث، تاء طويلة لحتى نقدر نقول ذاكرت روان الدرس إذا كانت مؤنث. طارق بالكرة، فينا نقول لعبة؟ أحسنتم، فينا نقول لعبة طارق بالكرة، هيدا فعل. فينا نكتب نحن لعبة، نضيف لها تاء طويلة؟ لا أكيد، فإذا لعبة طارق بالكرة، نحذف التاء لأنه طارق هو مذكر ونحن ما بدنا نحط له فعل مؤنث، فإذا منحط لعبة طارق بالكرة. الجملة الثالثة، ندى ملابس جديدة. شو منضيف فعل لهيدي الجملة؟ أكيد فعل ماضي نحن عم نحكي عنه. لبست ندى ملابس جديدة، تاء هي للمؤنث، ندى لأنه ندى هي مؤنث، لو مذكر كنا قلنا لبس للمذكر. عنا الجملة اللي وراها كمان الأخيرة، نور إلى الحديقة. ذهبت نور إلى الحديقة، ذهبت فعل ماض. عبر عن الصورة بجمل بها فعل ماض. عنا نحن هون صورتين، بدنا نحط جملة لأول صورة. شو منقول بأول صورة؟ سبح الطفل في الماء، سبح فعل ماض. أحسنتم، سبح الطفل في الماء، فإذا هذه الجملة بتدل على حدوث عمل في الزمن الماضي وهو السباحة. شاهد، من شاهد؟ الولد التلفاز، شاهد فعل ماض، الولد التلفاز. خلينا ننتقل كمان لنشاط. تحدث مع أصدقائك في الفصل عن حدث ما قمت بعمله في الماضي ولا تزال تتذكره مستخدما الفعل الماضي. كل واحد يحدث رفيقه والمعلمة يحكي عن موضوع صار معه بالزمن الماضي باستعمال أكيد أفعال ماضية. أو فينا نحضر هيدا الشيء قبل ما تبلش حصة الزوم ونكتبه على ورقة وكمان نقرأ قدام رفقاتنا. هلأ خلينا ننتقل كمان لهيدي البطاقة، نشتغل هيدي البطاقة طلابي بناء على المثال الأول. أنا حطيت من بين قوسين فعل ماض مع الضمير نظف وأنا. إذا بدي أقول عني أنا نظف بقول نظفت سيارتي يوم الأحد. كمان عنا طبخة ونحن، فينا نقول طبخنا طعاما لذيذا، وهيك منكفي البطاقة كلها سوا
على هيدا النسق. يعطيكم ألف عافية طلابي، نلتقي في حصة قادمة، إلى اللقاء.